مقطع اليوم راح أعطي رأيي الشخصي بكل يوتيوبر قابلته وراح يكون صريح جدا معكم، يعني راح أحكي لكم شخصية اليوتيوبر وراء الكاميرا، فإن شاء الله إنه ما يكون بالمقطع أي زعل لأي يوتيوبر، وخلينا ندخل على المقطع. السلام عليكم، معكم اخوكم انا سيوف، مقطع جديد. طيب يا اخوان اعتذر، اعرف اني مقصر كثير 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 فوق ما تتصوروا باليوتيوب، لكن اقسم بالله انه في اشي كبير ان شاء الله يصير الايام الجايه او الاسبوع القادم، تعرفوا ان شاء الله براس السنه قبلها بيوم هيك، انتوا راح تعرفوا باذن الله، وبعدها راح تعذروني صدقوني. زي ما شفتوا مقطعنا اليوم راح نعطي راينا باليوتيوبر اللي قابلناهم مؤتمر بيتكوين ابو ظبي، وراح يكون رايي الشخصي والصريح، اقسم بالله ما راح احكي كذب، راح احكي رايي الصريح، فخلينا ندخلهم بالترتيب من اول شخص قابلناه للنهايه، تمام؟ زر اللايك اذا عجبك المقطع، وخلينا ندخل اول شخص معنا واللي هو اصاله. اول شخص قابلناه بين كل المشاهير اللي قابلناهم بالفلوق السابق اللي هو اصالة. اول يوم الايفنت اول ما نزلت من الاوتيل تحت عشان كنا رايحين على فيتكوين، اول شخص قابلته كانت اصالة جالسة لحالها، اجينا سلمنا عليها وتصورنا مع بعض. طبعا ما كان معها انس لسه، كانت تنتظر انس اعتقد. طبعا هي انسانة وشوشة ما شاء، يعني حتى شوفوا مثلا بالصورة كانت تضحك ومبسوطة رغم انه كانت الدنيا لسه الصبح، كانت الساعة 8 الصبح، يعني ما حدا فاضي لاحد، فهمتوا علي؟ بس هي انسانة يا اخوان حتى الحقيقة عفوية، يعني كنا قاعدين نحضر لهم وهم كان لهم لقاء على ستيج، كنا قاعدين نحضر لهم اللقاء كامل، واصاله قاعده تاخذ المايك من انس، انس يسحب المايك ما بده يعطيها، وهي تسحب المايك من عندك قدام الكاميرات قدام الناس كلها. فهي عفويه، واتوقع بينت انه عفويتهم فعليا حقيقيه، يعني زي ما نشوفهم باليوتيوب نفس ما هم بالضبط، ما في لا تصنع ولا اي شيء، هذا الاشي شفته واضح فيهم. ثاني شخص قابلناه واللي صدمني صراحه، ولما اقول لك صدمني يعني فعليا صدمني، واللي هو نور ستارز. نور ستارز يا اخوان، يعني سواء انت كنت تحب محتواها او لا، اقسم بالله انا ساقتني يا اخوان، هالبنت وراء الكواليس او وراء الكاميرا شخصيه جدا جميله وجدا ممتعه وجدا بسيطه ولطيفه جدا، يعني كانت اول مره مثلا اقابلها اجت علي مباشره، اول كلمه قالت لي اعطيني انستغرامك، اخذت انستغرامي عملت لي فولو، وانا هسه لسه مسلم عليها، يعني اول مره تشوفني واشوفها، فهمت علي؟ وقعدنا نحكي مع بعض، وكانت جايبه معها امها واختها واخوها وليد، فبعد ما حكينا مع بعض وسلمنا مع بعض فعليا يا اخوان انا من الناس اللي ما اتفق دائما مع محتوى نور ستارز، لكن اقسم بالله يا اخوان وراء الكواليس شخصية جدا جدا جميلة. فنور كانت اول شخصية صدمتني، وفي شخصية ثانية احكي لكم عنها بالنهاية خليها. وننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هي عمر يجرب. عمر يجرب ثالث شخص قابلناه بالمؤتمر، يعني ما كان في بيننا كلام او ترابط، اجينا سلمنا عليه حكينا شوية وبس، هو كان انسان في حاله، حتى بالحقيقة تحسه انسان مختلف، مثلا حتى في اليوتيوب تلاقي محتواه مثلا مختلف، مثلا عمر يجرب بالحقيقة لما شفناه شوفه مثلا شو اللي لابس لباس ما اعرف، هو اتوقع باكستاني شيء زي هيك، فشخصية مختلفة، لكن بالمجمل شخصية جميلة وتشرفنا تعرفنا عليه. ونروح للي بعده واللي هو ريان مجرم جيمز وخلودي 25، وهذول قصتهم طويلة لأنه هذول يعني تقريبا طول المؤتمر كنا مع بعض. ريان وخلودي تعرفت عليهم يمكن بساعة يا اخوان، تعرفنا على بعض، حكينا، طلعنا مع بعض، صرنا نلعب مع بعض، نمزح مع بعض، نطلع خارج المؤتمر بالليل نروح على مكان ألعاب يلعبوا ألعاب، فبصراحة من أجمل الشخصيات اللي تعرفت عليهم. ريان إنسان مجنون، يعني لما أقول لك مجنون كيف ما أقول لك، سريع بالكلام، تلاقيه يمزح مع هذا يمزح مع هذا يمزح مع هذا هيك، نفس الشيء بالحقيقة، يعني لما تشوفوا تحدياته مثلا على اليوتيوب هذا نفس الشيء بالضبط. خلودي كذلك شخصية تلاقيه ساكت، طب يرمي لك شيء، يعني بصراحة نهفات وأشخاص تنبسط لما تحكي وتطلع معهم بصراحة، ففرصة جدا جميلة تعرفنا عليهم. طيب أخوان خلصنا، ريان كيف الحبيب؟ إيش ها؟ كيف أمور الحبيب؟ والله ما شحال مالك، كيف الفيفا معك؟ زي الفل، ما حد هزمني ولا حد بيهزمني ولا أطلق شنب يهزمني ولا قد غلبت غلب واحد. دقيقة. طيب الشخصيات اللي بعدهم واللي قابلناهم واللي هو غيث مروان وأسامة مروة، هذول الشخصيتين بصراحة ما كان في بيننا تداخل أو تعارف أكثر، إجينا سلمنا صورنا مع بعض وبس، يعني ما كان في بيننا تداخل، بس الواضح كان إنه أصلاً هم كانوا مجموعة زي ما تشوفهم بالإنستغرام واليوتيوب، أنس وغيث مروان وأنس وأصالة وأسامة وكلهم تلاقوهم مجموعة وشلوا مع بعض، نفس الموضوع كانوا هم هيك. تعال خلينا ننتقل للصدمة الثانية معنا واللي هم عائلة مشيع. يا إخوان عائلة مشيع يا الله ما ألطف هالعائلة وما أجملهم، يعني مشيع بالبداية ما بيعرفني بس شوف كيف الموقف ما أجمله، ما بعرف بس لقاني لابس الباج عرف إني إنفلونسر أو مؤثر مدعو هنا، فمباشرة أجي سألني ما شاء الله مؤثر وين باليوتيوب كذا هيك، أول ما عرف إني يوتيوبر شوف ما ألطفه، نادى أولاده كلهم حكوا له تعال يا مهند كمان هون مؤثر يوتيوبر وهيك، وبلش أولادي يجي ونحكي ونتصور وننزح مع بعض، واضح قدامكم فيديوهات والتقينا بعديها أكثر من مرة وكان نفس اللقاء. بصراحة العائلة جدا جدا ما شاء الله جميلة ولطيفين بالتعامل لأبعد حد ممكن تشوفه، فتشرفنا والله بمعرفة عائلة مشيع. وننتقل لعمر مسكون، صحيح عمر مسكون كان ثاني شخص أقابله، وهو أول ما هذا حكيت له من وين الباج وحكى لي لازم تروح هون، وهو كان يساعدنا بالبداية أول ما وصلنا المؤتمر، نسيت أحكي لكم بالبداية، بس هو شخصية بسيطة
وهادي جدا ولطيف بشكل مش طبيعي ما شاء الله. فتشرفنا بمعرفته. خلينا ننتقل لأبو فلة. أبو فلة كان آخر شخص قابلنا بالمؤتمر، لأنه هو أصلا أجى متأخر على المؤتمر، يعني أجى ثاني أو ثالث يوم تقريبا. بصراحة إنسان جدا جميل ويحترم ربعه أو أصحابه اللي معه، يعني هم خلص هو مرتاح مع الأشخاص هذول اللي حوله، الأشخاص اللي دائما يصور معه أصدقائه، وما بطلع من هاي المجموعة خلص، وهذا حقه أبسط حقوقه. فهو مو كثير كان موجود بالإيفنت، لكن أول لقاء إلي كان هو، شفت لما صورت لكم أنا ومجرم جيز لما كنا ننادي عليه قبليها بشوي، أنا أول ما وصلت هو شافني، وأول ما شافني قال لي إنه راح أجيك بعد المقابلة وناخذ حق. هاي شفتوها أتوقع. حبيب قلبي أنا جاي بعد شوي أعطيك حب من القلب. هاي كانت أول مرة أقابله فيها، وفعليا أول ما خلصت مقابلته أجا وسلم وقعدنا مع بعض وحكينا مع بعض. إنسان جدا روحه جميلة، وما شاء الله ما شاء الله صدمني ما شاء الله إنه طويل بزيادة، ما شاء الله ما شاء الله يعني كثير طويل، يعني هو مظلوم بالكاميرا، مظلوم جدا. فكانت فرصة جدا جميلة إن تعرفنا عليه بالإيفنت هذا، وننتقل لآخر ثلاث أشخاص معنا واللي هم تقريبا ظلينا مع بعض، يعني واللي هو ناز، وهسه راح أصدمكم بناز وأوزيكس وكاج. هذول أشخاص أكثر أشخاص ظلينا مع بعض، يعني حتى بعد ما خلص المؤتمر طلعنا على دبي وظلينا مع بعض بدبي، كل يوم ظلينا يعني نتغدى مع بعض، نطش مع بعض، بالليل نطلع مع بعض، كله مع بعض. اول شخصيه تاخذ نحكي عنها واللي هي ناس، يا اخوان ناس يعني حرام مظلوم باليوتيوب بشخصيته، يا الله ما اجمل شخصيتها الانسان ورا الكاميرا، يا الله يا اخوان انسان جدا لطيف جدا جدا، انسان روحه جدا مرحه، مزيح لطيف، يعني والله انسان صدمني صراحه. ورغم انه هو ما بيخالط اصلا، ما بيحب يخالط يعني السوشيال ميديا بالمجمل، لكن من اول ما تعرفنا على بعض هيك خلاص سبحان الله اخذنا على بعض، ومزح وضحك ونطلع ونتغدى ونمزح، انسان صراحه جدا جميل. اخوان اقسم بالله في اشي غلط ولد، اقسم بالله في اشي غلط، انا شايفكم كلكم قاعدين تتحركوا والله العظيم، والله احس اني قاعد اتحرك. انا هسه وقف صح؟ وقف. ونفس الموضوع كاتش، كات كمان كنا مع بعض طول الفترة، وخاصة حتى لما رحنا على دبي كنا مع بعض وأبو ظبي ونطلع مع بعض وكل إشي. كات إنسان هادي ولطيف نفس ما تشوفوه بالكاميرا، إنسان بسيط. والمجنون كمان الثاني أوزيكس يا أخوان إنسان مجنون ما شاء الله عليه، بس والله العظيم شخصيته جدا جميلة، أنا يعني أعرفه من زمان زمان زمان، بس كان أول لقاء لنا اللي هو بالمؤتمر، وحتى بعد المؤتمر قلت لكم طلعنا على دبي مع بعض. ومين ما حكينا عنه المقطع صار باي ما أطوله، طب مين ما ظلنا حكينا؟ هنودي أوسم، هنودي أوسم كان إنسان يعني هو إنسان هادي ومحترم محترم محترم، ومع أصدقائه يعني هم خلص ثلاث أشخاص مع بعض ما بخلطوا ناس، فهمتوا؟ أنا هيك شفته من بعيد لبعيد، كان سلام تعرفنا مع بعض وخلص، كل ما نمر من بعض نسلم وسلامات، فهمتوا علي؟ ما كان هو كان منعزل مع أصدقائه، فهمتوا علي؟ وبالحتوته إنسان جدا 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 جميل، يعني ساعدني، كانت التلفزة ما راح تطلع وظل يطمن حتى بعد ما وصلت، حتى بعد ما سافرت قال لي مهند طلعت التلفزة، رغم إنه ما بيننا أي علاقة من قبل أو صداقة، فهمتوا علي؟ لكن إنسان لطيف ويحب يساعد. وأعتقد بيكون تهمك مقطعنا اليوم، اقسم بالله في ناس كثير ما حكيت عنهم، بس المقطع كثير صار طويل، فاتمنى ان المقطع نال اعجابكم. اذا عجبكم المقطع لا تحرمون ضغطكم على زر اللايك، واذا مو مشترك في القناه اشترك شرفنا. اوعدكم الايام القادمه راجع لليوتيوب بقوه، بس خليني قلت لكم واحد الشهر اللي هو راس السنه انتظروني وحتعذروني، بس فاترككم بحفظ الرحمن من هلا مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.